سقطرى جزيرة الجمال المنسية، ها هي تعود إلى واجهة الدولة متجاوزة العزلة والإهمال الذي عاشته لسنوات طويلة. فبعد الدعم الممنوح من دولة الإمارات لإعادة تأهيل وتوسعة ميناء حولاف عقب تضرره من إعصاري تشابالا وميغ الذين أحدثا فيه دمارا كبيرا في العام الماضي، ها هي الجزيرة تستعيد تألقها الحضاري وجمالها اللامتناهي ولو بالحد الأدنى مقارنة بما كانت عليه بعد الإعصار مباشرة. لم يتوقف الدعم فقط عند إعادة تأهيل الميناء ومنازل المتضررين، حيث تم أيضا رفض المحافظة بمعدات عسكرية مكونة من 80 دورية عسكرية كمنحة أولى للواء الأول مشاة بحري المكلف بحماية الأرخبيل. هذا الدعم المتواصل حسب أبناء المحافظة سيشكل نقلة كبيرة في طريق تماسك القوات العسكرية، علاوة على تعزيز مستوى الجاهزية للأمن والجيش لدى هذه الجزيرة التي لطالما عانت من ويلات الطبيعة والإهمال معاً.